نظمت جمعية إداما للطاقة المستدامة بالتعاون مع شركة العطارات أبكو في عمان ورشة تعريفية عن مشروع العطارات لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الحرق المباشر للصخر الزيتي. وأكد المتحدثون أن المشروع سيبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل جزئي بمنتصف عام 2020 والتشغيل الكلي في نهاية العام نفسه. هذا وعرضت الورشة المراحل المهمة التي مر بها المشروع والدراسات والأبحاث وإنتاج العينات والتجهيزات اللوجستية لإدامة المشروع كتوفير المباني ومصادر المياه وغيرها. وأشار المتحدثون في الورشة خلال عرض توضيحي لمشروع العطارات، شرحوا عددا من المراحل أهمها حفر 168 حفرة بهدف جمع بيانات متكاملة عن جميع مناجم المشروع. وأكد مدير شركة العطارات جوزيف كان أن مشروع العطارات سيحرق سنويا ما مقداره 10 ملايين طن من الحجارة، ويوفر بذلك حوالي 1000 فرصة عمل للأردنيين. هذا المشروع بدأنا فيه منذ عام 2006، وتم الإغلاق المالي للمشروع عام 2017. خلال هذه المرحلة تم العديد من إجراء العديد من الدراسات الاقتصادية والفنية لحين اللحظة التي وصلنا فيها إلى الإغلاق المالي. المشروع مدته راح تكون 40 سنة، راح يزود الطاقة الكهربائية للأردن من مصادر محلية وبأسعار ثابتة غير مربوطة بأسعار البترول العالمية. المشروع طبعا أحد ميزاته هي التوظيف راح يكون في المشروع من 700 إلى 1000 من موظفين مباشرين وغير مباشرين في المشروع. في طيلة فترة الاتفاقية مع تزويد الكهرباء للأردن لمدة 40 سنة. وقعت في